دلوقتي هنروح لتقرير مهم جدا. مؤسسة شباب القادة أطلقت أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية، ومن المفترض أن فعاليات هذه المسابقة تستمر يومين، امبارح والنهاردة. تعالوا نتعرف على أهم فعاليات هذه المسابقة في هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. المسابقة دي هي مسابقة للأنشطة الطلابية على مختلف الجامعات المصرية. احنا السنة الثالثة على التوالي نبتدي نشتغل على المسابقة دي، معانا أكتر من 500 نشاط طلابي على مستوى الجمهورية من اسكندرية لأسوان، جامعات حكومة وجامعات خاصة وجامعات أهلية. كل نشاط طلابي عندنا 6 مجالات الأنشطة الطلابية بتتنافس فيهم، فكل واحد بيبتدي يشتغل على المحور اللي هو شغال فيه. المجالات اللي احنا بنشتغل فيها الطب والصحة العامة، التكنولوجيا والابتكار، التصنيع، مجال التنمية البشرية، المجال البيئي، ومجال نماذج المحاكاة. دول الـ6 ليجز بتوعنا. كل ليج فيه مجموعة من الأنشطة الطلابية بتعرض مشاريعها على أعضاء لجنة التحكيم المخصصين لكل ليج، ومن هنا بيبتدي نقدر نطلع سكورز ونشوف مين فعلا أحسن أنشطة طلابية قادرة تعمل إمبليمنتيشن وتطبق مشاريعها على أرض الواقع. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني. فمؤسسة شباب القادة الأهمية الكبرى اللي بتعملها إن بتجمع أكبر عدد ممكن من شباب الجامعات عشان يتنافسوا في 6 قطاعات. عندنا أنشطة طلابية محترمة الشباب بيشتغل فيها، زي قطاع مهم اسمه قطاع التصنيع والإنتاج، فهنشوف شباب مبتكر بيعمل صناعات بمختلف أنواعها، هنشوف شباب إزاي بيقدر يعمل ويشتغل في الملف البيئي، بنشوف شباب إزاي بيقدر يشتغل في ملف منازج المحاكاة، الشباب كمان تاني بيشتغل في ملف التضامن الاجتماعي، شايفين شباب بيتكلم عن الصحة العامة. فتخيلي كل ملف اللي احنا بنتكلم عنه ده بيهم كل مواطن مصري. آلاف الشباب قعدنا معاهم، شفنا مشروعاتهم فيما يخص النشاط التصنيع، وشفت الحقيقة مجموعة من الأفكار المبتكرة والمبدعة اللي قام بها الشباب المصري بكل إيجابية وبكل فعالية، وأفكار جديدة، أفكار محترمة لو قدرنا فعلا أن احنا ننفذها هتفرق معنا جدا، خاصة في مجال تصنيع السيارات، تصنيع الغواصات. النهاردة شفنا شباب بتتكلم على مشروعات للتحكم عن بعد وسوفت ويرز، يعني برامج متقدمة الشباب المصري الحقيقة، وخاصة أن هم لسه في مقتبل العمر.